مساءكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم الى النشرة الرئيسية من الاولى تتابعون فيها. جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس دولة فلسطين، عبر فيها جلالته عن ارتياحه لمضامين الاتصال الهاتفي الهام الذي أجراه مع فخامته في 10 من ديسمبر الجاري، وما طبعه من حوار مثمر حول موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية. زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي رفيع المستوى للمغرب توجت بإصدار إعلان مشترك بين المغرب والوحدة وإسرائيل وتوقيع اتفاقية هامة، مؤشر على تعزيز المغرب لمكانته كقوة إقليمية تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك. ابتداء من هذه الليلة دخلت حيز تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية في إطار تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية للتصدي لفيروس كورونا. رقم قياسي ينتظر تسجيله بميناء طنجة المتوسطة، توقعات تشير إلى بلوغ رقم 5.7 مليون حاوية في نهاية السنة، رواج لم يتم بلوغه أبدا من طرف موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط. ويحضر معنا ضيفا على النشرة الرئيسية الأستاذ عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياد بمراكش، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية وحوار الحضارات. أهلا بك سيدي. مساء الخير، شكرا على الدعوة. مرحبا. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، عبر فيها جلالته عن ارتياحه لمضامين الاتصال الهاتفي الهام الذي أجراه مع فخامته يوم 15 ديسمبر الجاري، وما طبعه من حوار مثمر وتفاعل متبادل حول موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية والتزامها الدائم والموصول بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. باقي التفاصيل. جدد جلالة الملك في هذه الرسالة التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع. ونهوضا من جلالته بأمانة رئاسة لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فقد أكد جلالته في هذه الرسالة أنه لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى. كما أكد جلالته حفظه الله أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وأنه سيواصل خراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق وتماشيا مع ما تم الاتفاق عليه بين القائدين، أبلغ صاحب الجلالة فخامة الرئيس بأنه سيتم قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها 21 بالمملكة المغربية للانكباب على دراسة السبل الكفيلة بتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف والإسهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية. وفي نفس السياق سيتم في الفترة القادمة تحيين هياكل وكالة بيت ماي القدس الشريف، وذلك في أفق إعطائها نفسا جديدا يمكنها تحت إشراف جلالته الشخصي من مواصلة إنجاز خطط وبرامج ملموسة صحية وتعليمية والسكن وكل ما يرتبط بالميدان الاجتماعي لفائدة الساكنة الفلسطينية بمدينة القدس. ويحضر معنا ضيفا على النشرة كما أسلفنا الأستاذ عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات. أهلا بك سيدي من جديد. مرحبا.
سيدي الكريم، جلالة الملك محمد السادس نصر الله كان ولا يزال واضحا للغاية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومواقف المملكة الداعمة لفلسطين ثابتة إزاء قضيتها العادلة، والمملكة المغربية لا تتدخر أي جهد في الدفاع عن هذه القضية. أستاذ، إلى أي حد ستساهم هذه الدينامية الجديدة في إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع؟ أعتقد أن مداخل حل القضية الفلسطينية من ناحية التاريخية بالخصوص في السنوات الأخيرة تعيش أزمة فيما يتعلق بالوصول إلى حل متوافق عليه، حل بمرجعية حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في عاصمته القدس الشريف. المغرب لاحظنا بأن هذا التوجه هو توجه ثابت في سياسته الخارجية، على اعتبار لما اعتذر المغرب عن احتضان القمة العربية لما تعيشه أو لما يعيشه النظام الإقليمي العربي من أزمة فيما يتعلق ببعض الاختراقات سواء من دول غير عربية، وبالتالي فكان لابد أن يكون هناك توجه، والمغرب ثابت في ما يعنيه بالخصوص فيما يرتبط بلجنة القدس. حتى في البيان الذي وقع بالأمس الثلاثي ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، في صلب البيان نلاحظ بأن جلالة الملك يجدد الموقف الثابت من القضية الفلسطينية وضمان الهوية الإسلامية وتعايش الأديان داخل القدس الشريف. نعلم بأن الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في مراحله منذ اتفاق أوسلو وإلى اليوم هو يتبنى مسألة الدولتين، ولكن الوضع المرتبط بالقدس الشريف حينما يحاول الإسرائيليون أن يطمسوا الهوية الإسلامية، فهنا نجد بأن المغرب من الدول الرائدة في المحافظة على هذه الهوية التي ترتبط بالديانات السماوية الثلاث. المغرب يضع دوما قضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية. التأكيد الملكي السامي أن ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا على حساب نضال الشعب الفلسطيني. أستاذ، هنا يجب أن نلاحظ السياق. السياسة الخارجية ومن وجهة نظر دبلوماسية هي التي تدافع عن المصالح الحيوية وتحقيق الهامش المتاح، بمعنى أن المغرب فيما يتعلق بالثوابت قضيته الوطنية الأساسية، فيما يتعلق بالتوجه العام نحو القضية الفلسطينية، هو لم يمس بأي شيء من خلال التطورات الحاصلة. بالعكس، هناك مكاسب فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، فيما يتعلق بتعزيز موقع المغرب كقوة إقليمية، فيما يتعلق بدور المغرب حتى في عملية السلام. وبالتالي فهنا تموقع جديد بالنسبة للمغرب. أعتقد أن كل الهوامش المتاحة هي مستثمرة بشكل معين، ولكن بعدم التفريط في الثوابت والمبادئ الأساسية التي هي راسخة في المواقف المغربية. وأعتقد بأن القيادة الفلسطينية حينما نلاحظ العمل الذي يقوم به المغرب والمواكبة التي يحرص جلالة الملك على أن تكون بالنسبة للقيادة الفلسطينية فيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، أعتقد بأنه يعني هذه المواقف تحظى بنوع من الاحترام وبنوع كذلك من التقدير بالنسبة للقيادة الفلسطينية التي لا يمكن أن تتنكر يوما لنضالات الشعب المغربي ولنضالات جلالة الملك ولنضالات وللمواقف ثابتة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المغرب تجاه قضايا الشرق الأوسط عموما، وبالضبط تجاه القضية الفلسطينية، وتحديدا تجاه وضع القدس الشريف في هذه في عملية السلام. إذن أستاذ، موقف ثابت للمملكة بشأن القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين تم التأكيد عليه أيضا بالأمس خلال استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله للوفد الأمريكي الإسرائيلي من مستوى عالي، ما دلالة ذلك أستاذ؟ نحن حينما نلاحظ كمراقبين هذا البيان المشترك نلاحظ بأنه يتمتع بقدرة كبيرة فيما يرتبط بتنفيذه. حينما يقول هذا البيان
بأن الأطراف هي ملتزمة التزاما كاملا بما يرد في هذا البيان، وهي كذلك يجب أن تدافع عن هذا البيان ليس فقط في العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة أو غير ذلك، ولكن في كل المحافل الإقليمية والدولية. هناك بند واضح وصريح في هذا البيان على أن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها الثنائية وفي محيطها الإقليمي وفي تعاملها مع المنظمات الدولية هي يجب أن تلتزم بما هو موجود في هذا البيان، ونفس الشيء بالنسبة للأطراف الأخرى، بمعنى أن هناك معادلة جديدة هي آخذة في التطور، ونلاحظ حتى في التنفيذ هناك سرعة أو تسارع، حينما نلاحظ بأن البداية بدأت يوم 10 من هذا الشهر ونحن في 23، ونلاحظ أن هناك أرقام وهناك معطيات جديدة، والسياسة الخارجية حينما تتخذ قرارا معينا فإنما تتخذه بناء على معطيات وبناء على التقدير وبناء على توازنات كذلك. وأعتقد بأن المغرب هو يحقق بالنسبة لمصلحته الحيوية أقصى ما يمكن من خلال هذا التعامل، ولكن في نفس الوقت هو يسعى إلى تعزيز دوره في سياسته التي رسمها سواء في أبعادها الدولية أو في بعدها نحو البعد الإفريقي. تفضل أستاذ بالبقاء معنا، سنعود لمواصلة الحوار. وزيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي رفيع المستوى للمغرب أمس توجت بإصدار إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل وتوقيع اتفاقية هامة، مؤشر على تعزيز المغرب لمكانته كقوة إقليمية تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، التي تضع المنطقة في مسار واعد في سبيل دعم السلام والاستقرار الإقليمي. إعلان يعزز أيضا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا. محمد رضا العبيدي. عهد جديد في العلاقات المغربية الأمريكية الإسرائيلية، أسسه عديدة، يتقدمها دعم لمغربية الصحراء وسعي إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مشترك لمسار تنموي اقتصادي واجتماعي واعد. كلها نقاط تناولها إعلان مشترك توج هذه الزيارة التاريخية. نبدأ بقضية وحدتنا الترابية والاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية التامة والكاملة على الصحراء، ومن خلاله دعم متجدد لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد الواقعي وذي المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل. الولايات المتحدة الأمريكية بفضل طبعا السجل الحافي للعلاقات التي تجمعها بالمملكة المغربية، فمواقفها من سيادة المغرب ومن الصحراء المغربية كانت تعرف دائما تراكمات إيجابية. هناك دينامية متواصلة في هذا الإطار، والمواقف الأمريكية بعد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية فإنها تنتقل الآن إلى مرحلة أخرى تعزز وتتوج هذا المسار الحافل الذي يمتد لمئتين سنة. خطوة سيادية ستعقبها أخرى، قنصلية أمريكية ستفتتح في مدينة الداخلة من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية بالصحراء المغربية. منطقة شمال إفريقيا ومنها إفريقيا تشكل فرصة للاستثمارات والتدفقات المالية العالمية المستقبلية، ولا يمكن تفويت هذه الفرصة إلا من خلال إشاعة الأمن والسلم والاستقرار والسلام. ولأنها في مرتبة قضية الصحراء المغربية، حضرت القضية الفلسطينية بثقلها في هذا الإعلان المشترك. وهنا تذكير بموقف مغربي متوازن وثابت يتمثل في حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان، وتنتهجان الحوار والمفاوضات كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية، فضلا عن التزام جلالة الملك رئيس لجنة القدس بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة. التزام تاريخي يدعم السلام سيتعزز أكثر فأكثر بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية السلمية والودية بين المملكة المغربية وإسرائيل. لابد من التأكيد على أن المغرب طبعا سيسير على نهج سياسته الخارجية التي تقوم أساسا على حماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن القضايا العربية والإقليمية. إعادة إحياء آليات التعاون بهدف آخر، ترجمة روابط خاصة تجمع جلالة الملك بالجالية اليهودية المغربية المقيمة في المغرب وفي جميع أنحاء العالم بما في ذلك إسرائيل.
والحمد لله الأولياء كثار مدفونين في المغرب، كاع في المنطقات ديال المغرب كلهم، وهما كيجلبوا اليهود المغاربة من العالم كله اللي كيجيو أولا باش يترحموا على الأولياء ويترحموا على الجدود ديالهم. أنا جاي من باري، زدت في الماروك وأنا تنبغي بزاف الماروك، دائما أنا في الماروك سورتو تنجيو نزورو ونتلاقاو مع الناس، مع العائلة، مع كل شيء، مع الحباب، مع كل شيء. والمغرب الله يعمره دار ويعيش لنا الملك. مشينا الملاح اليهود نشوفوا كيف هنا، كيف كانوا جدودنا عايشين هناك وكانوا يقبلونا مجيان وتنحبوكو. تنجيو تنزورو وحنا تنحبوا المغرب، وخلقنا في المغرب وكبرنا في المغرب وولدنا ولادنا في المغرب، وديما نجيو بزهد الله المغرب ديالنا. شق آخر بأهمية بالغة وقف عنده الإعلان المشترك، الحديث عن تشجيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، تعاون بآفاق واعدة. الأمر يتعلق بإبرام اتفاقين اقتصاديين هامين بين المغرب من جهة وأكبر دولة في العالم اقتصاديا وسياسيا وهي الولايات المتحدة الأمريكية لإنعاش الاستثمار في بلادنا وفي إفريقيا كذلك. اتفاقية الأربعة الأخرى تهم التعاون مع إسرائيل أو التنسيق بين المؤسسات، هناك طبعا اتفاقية تهم الجانب الدبلوماسي، هناك اتفاق آخر يهم الجانب القنصلي، هناك ما يتعلق أساسا وهذا ما ينتظره يعني مغاربة يهود يعيشون في إسرائيل يحبدون ويرغبون في زيارة بلدهم المغرب، فهذه الاتفاقية تسمح لهم بالمجيء مباشرة إلى المغرب. إعلان هو بمثابة خارطة طريق ستعمل كل من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تنفيذ التزاماتها وتحديد الخطوات المقبلة قبل متم شهر يناير المقبل. وخلال ندوة صحفية للوفد الأمريكي الإسرائيلي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تأكيد على أن الإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه أمام جلالة الملك سيشكل خارطة طريق ستشتغل عليها الدول الثلاث، سواء فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية أو بالعلاقات المغربية الإسرائيلية أو بإحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. محمد الواهبي. الندوة الصحفية استهل السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتذكير بأهمية وقيمة التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الإعلان المشترك الثلاثي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، مذكرا بموقف المملكة المنسجم والثابت بخصوص القضية الفلسطينية. ترحب الدول الثلاث بالفرصة التي أثمرتها الجهود الكبيرة والريادة التي تتميز بها الولايات المتحدة، وتثمن المرسوم الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية حول الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، والذي بموجبه تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء المغربية، وتجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذي المصداقية باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء. تيسير العمل من أجل بلوغ هذه الغاية بتشجيع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في إقليم الصحراء المغربية، وستقوم الولايات المتحدة لهذا الغرض بفتح قنصلية في جهة الصحراء المغربية في مدينة الداخلة من أجل تعزيز فرص الاقتصاد والاستثمار لفائدة المنطقة. وتذكر الدول الثلاث بوجهات النظر المتبادلة خلال اتصال بين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، والذي جدد خلاله جلالة الملك موقف المملكة المغربية المنسجم والثابت والذي لم يتغير بخصوص القضية الفلسطينية. الإعلان المشترك الثلاثي أقر بتيسير العمل لبلوغ هذه الغاية بتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك الصحراء المغربية، ولهذا الغرض ستفتتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية في مدينة الداخلة
من أجل تعزيز فرص الاقتصاد والاستثمار لفائدة المنطقة. هذه النتائج المثمرة حققتها اللقاءات والاتصالات المسترسلة كما جاء في كلمة السيد جاريد كوشنير المستشار الرئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد على امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على قيادته المتبصرة التي تضع المغرب والمنطقة برمتها على مسار واعد للغاية. المغرب واحد من أقدم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. في الحقيقة تم تخليد الذكرى 243 لاعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول دولة تعترف بذلك، وليس هناك ما هو أقوى من هذا الاعتراف. ولن ننسى أبدا في أنه في كل إدارة أمريكية منذ الرئيس بيل كلينتون تؤكد دعمها بجدية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة. اعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، والرئيس ترامب يرفض الأمر الواقع الذي لم يصب في مصالح أحد. عوض ذلك، الرئيس ترامب يقود في اتجاه حل عادل ومتوافق عليه، وهذا منطقي. مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة يبقى هو الحل الوحيد الموجود على الأرض، لكنه يتطلب الكثير من الجهد لتحقيق توافق بين الأطراف. من جانبه أعرب مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل السيد ماير بن شابات باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عميق تقديره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على قيادته الشجاع ورؤيته المتبصرة، معبرا عن فخره بوجوده بالمملكة المغربية على رأس وفد إسرائيلي رسمي لإقامة علاقة مع المغرب. هذا اليوم كبير عندي شخصي، ماشي غير من سباب السياسي. بويا ربي مخلوف خليفة الله يرحمه، وأمي الله يطول عمرها عزيزة، وأخواني دي كبار مني خلاقوا هنا، شكنوا كبروا ترباوا وكراوا هنا قبل ما يطلعوا لإسرائيل. أنا وفي حالي للوف من اليهود دي شكنين في إسرائيل، كبرنا على المعودة دي جدودنا دي عايشوا هنا بالملاحة بسواب بصحة وبالفرحة، ما خلاو ما يعودوا على المروك كانوا كيتهلاو فيها. العربيات اليهود فمي من صغر، من يام دي كنا نجمعوا في إسرائيل نهار على نهار، شبعوا نسقوا العشية دلعشية ونركنوا على واحد الروديو صغير باش نشمعوا الأخبار. كل إسرائيل ميروشلايم تسنتوا دبا الخبرات بالعربية مغربية. العادات اليهود المروك باكين عايشين فينا، في بيوتنا، في صلاتنا، في قلوبنا، عند أولادنا. تا حاجة ما تتنسى، المعيشة بالأمن ما عندها ثمن. مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل اعتبر بالمناسبة أن الإمكانات غير محدودة للتعاون مع المغرب في مجالات الطيران والإبداع والعلوم والصحة والفلاحة ومجالات كثيرة أخرى. زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي أثمرت أيضا التوقيع على اتفاقيات التعاون في العديد من المجالات، 6 اتفاقيات في المجموع بين المملكة المغربية من جهة ودولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية. في المتابعة أم هاني بزاز. في الجانب المغربي الإسرائيلي يتعلق الأمر باتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحامل الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، إذ اعتبارا لأهمية تأمين رحلات طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب يلتزم الطرفان بإجراء مناقشات لإبرام اتفاق حول الخدمات الجوية. وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، وتنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة الماء. وتنص مذكرة التفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار. تنص مذكرة التفاهم هذه أيضا على التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات، واتفاقية المساعدة الجمركية. مفيدي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.
وفي الجانب المغربي الأمريكي اتفاقان. الأول وهو عبارة عن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وتنص مذكرة التفاهم هاته على تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار الخاصة بمبلغ مالي يبلغ 3 ملايير دولار أمريكي بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء بتنسيق مع شركاء مغاربة. أما الاتفاق الثاني فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المبادرة الأمريكية ازدهار إفريقيا. وتعرب الحكومة المغربية من خلال إعلان النوايا هذا عن دعمها للمبادرة الأمريكية ازدهار إفريقيا، إذ سيتم افتتاح فرع للوكالة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين والتعاون المشترك لصالح إفريقيا. نعود إلى ضيفي في البلاتو أستاذ عبد الفتاح بلعمشي. أستاذ، إذن زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي عالي المستوى للمغرب تشكل حدث تاريخي هام بالنظر لأهميته الدبلوماسية والاقتصادية، والتي أبانت عن إرادة مشتركة للتعاون مع المغرب في مجالات متعددة أبرزها الطيران، الإبداع، العلوم، الصحة والفلاحة ومجالات كثيرة أخرى. أستاذ، كيف تقرؤون هذا التعاون الثلاثي على كافة المستويات؟ أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية حينما تنزل بثقلها في هذه المعادلة الجديدة ليس فقط على مستوى يعني مصالحنا الوطنية الأساسية وهذا حاضر بقوة، ولكن كذلك على مستوى يعني الفعل الدولي فيما بعد يعني مجموعة من الأحداث التي طبعت السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. وبالتالي فأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية حينما تكون شريكا واضحا باتفاقيات واضحة في هذا الحدث، فأعتقد بأنه نوع من الضمانة لمستقبل هذه العلاقات فيما يتعلق بهذه الفترة. وأعتقد بأن أيضا القرار الذي اتخذه المغرب هو بملاحظة أن كل تفاصيله يصدر هناك بلاغ الديوان الملكي، على اعتبار أن القراءات التي يمكن أن يأخذها هذا الحدث وأبعاده هو الأعلى سلطة في البلاد هي توضحه بشكل واضح حتى لا يكون هناك يعني تفسيرات أو تأويلات مختلفة. وبالتالي فأعتقد بأن ما يهم في العلاقات الدولية هو المصالح المتبادلة أولا، وهو تحقيق الأهداف السياسة الخارجية. وأهداف السياسة الخارجية للمغرب هو قضيته الوطنية، هو إيجاد حل عادل والسلام بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهو كذلك الانتعاش الاقتصادي الذي يمكن أن يقوم به المغرب وأن يكون شريكا دوليا موثوقا به كما هو الشأن بطبيعة الحال بالنسبة للوقت الحاضر وبالنسبة للمستقبل بشكل أكبر. ونلاحظ بأن هناك بعض الدول التي أصبح يزعجها هذا التوجه الجديد للمغرب وأصبحت تأخذ مواقف يطغى عليها البعد السياسي أكثر منه، يعني وكأن مصالحها ربما شعرت بأن هناك لابد وأن يكون هناك نوع من التواصل مجددا من أجل يعني المستقبل. وبالتالي فأعتقد بأنه في إطار السياسة الخارجية التي لا تؤمن إلا بالنتائج، أعتقد بأن المغرب يحقق نتائج سياسية ونتائج فيما يتعلق بموقعه في التوازن الإقليمي ونتائج اقتصادية كذلك ونتائج على مستوى قضيته الوطنية الأولى. أتوقف عند الشق الاقتصادي في هذا السياق. الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية أعلنت عن مبادرات لتعبئة استثمارات بقيمة 5 ملايير دولار بالمغرب، وبفضل هذه الاستثمارات سيكون المغرب مركز إقليمي للبرنامج الجديد للتجارة والاستثمار ازدهار إفريقيا على مستوى القارة الإفريقية. أستاذ، أين تكمن أهمية هذه الاعتمادات والاستثمارات المخصصة للمغرب؟ هذه الاعتمادات من جانب القيمة المالية هي مهمة، ولكن مهم كذلك أن ما يشير إليه البيان المشترك على أنها موجهة للمغرب بما فيه الأقاليم الجنوبية، بما فيه كما بصياغة البلاغ أو البيان بما فيه إقليم الصحراء المغربية. وبالتالي فأعتقد بأن التداخل ما بين السياسي والاقتصادي هو حاضر، والإدارة الأمريكية منذ سنة 2018 في الزيارة في ماي 2018 في زيارة كوشنر الأولى للمغرب، أعتقد بأن منذ ذلك
الحين هناك يعني تحضير لهذه الأمور التي نلاحظها على في الواقع اليوم، وبالتالي فالمغرب هو في علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأن هناك طفرة كبيرة فيما يتعلق بالمستقبل على مستوى البعد الاقتصادي أساسا، وبالتالي فهاد المبالغ هي ستغير أو ستساعد وستساهم فيما يتعلق بالتنمية بالخصوص في الأقاليم الجنوبية التي تعتبر قاطرة فيما يتعلق بالبعد التجاري والاقتصادي ما بين المغرب وبعده الإفريقي وما بين كذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا. وبالتالي فنحن أمام تحولات القادم من الأيام سيوضح إلى أي حد هذه التحولات ستخلق تغييرا ليس فقط فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية للمغرب وبنجاح سياسته، ولكن أيضا فيما يتعلق بثباته في مواقفه وفي وضوحه في دبلوماسيته في بعدها الدولي وفي بعدها الإقليمي وفي بعدها العربي كذلك. أستاذ تفضل بالبقاء معنا، سنتوقف عند ردود الفعل. زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي رفيع المستوى المغرب حظيت بكثير اهتمام وتحليل لأبعادها وتجلياتها. رصد لردود الفعل مع عبد الوهاب كارتي. رحب الحاخام الأكبر لبروكسل أربير جيجي بالخطوة العملاقة التي أنجزها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشجاعة جلالته الكبيرة خدمة لدينامية فاضلة غايتها تحقيق السلام والوئام بين الشعوب. وأكد الكاتب العام للفيدرالية الفرنسية ليهود المغرب سيمون سكيرا أن هذه الخطوة الجديدة ستمكن من فتح أبواب التقارب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن المغرب له مكانة ليتطلع بها في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبلدان أخرى في المنطقة. وتنقلت البوابة الأوروبية AU Today أصداء زيارة وفد أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى للمغرب، مسجلة أن الأمر يتعلق باختراق وازن للسلام في الشرق الأوسط وتقدما هاما بالنسبة للمملكة المغربية. وبالعودة إلى الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، شددت البوابة الأوروبية على أن هذا القرار يشكل ضربة موجعة لجبهة البوليساريو. من جانبها كتبت يومية النويبو سيغلو الكولومبية أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه إنجاز يخدم السلم والاستقرار الدوليين. وأضافت أن الأمر يتعلق بخطوة كبيرة من أجل السلم والاستقرار الدوليين وبإنجاز تحقق بعد مشاورات دائمة ومكثفة لما يقرب من 3 سنوات حول هذه القضية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. كما أشادت شبكة الكفاءات المغربية الأمريكية بالولايات المتحدة بقرار واشنطن الاعتراف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها، مشيرة إلى أن هذا القرار التاريخي سيساهم بوضوح في دعم السلام والازدهار بالمنطقة برمتها. حي الملاح من الأحياء العريقة بمراكش التي استقر بها اليهود المغاربة منذ قرون. الحي يعتبر ذاكرة حية للمكون اليهودي بالمدينة الحمراء، وقد شهد عملية إعادة تأهيل واستعادة اسمه والأسماء الأصلية لأزقته بتعليمات ملكية سامية. أمين علام والمعتصم بالله بعزاوي وعادل المعروفي. وسط المدينة العتيقة لمراكش يقع حي الملاح الذي ظل منذ ما يزيد عن 5 قرون حلقة أساسية للنسيج الحضري للمدينة الحمراء وشاهدا على أحد مكوناتها الإنسانية والتاريخية والحضارية وهو المكون اليهودي. وسط هذا الحي عاشت آلاف الأسر اليهودية ونشطت الحرف والحركة التجارية بين المغاربة اليهود والمسلمين وكذلك العلاقات الإنسانية. ذكريات لن يمحوها الزمن، فالحي ما زال يحتفظ بمعالمه الخالدة كما هو الحال بالنسبة لهذا الكنيس صلاة العزامة الذي يحفظ ذاكرة اليهود الذين مروا منه عندما كان يزاوج بين مهمة التعليم والعبادة التي تستمر إلى يومنا هذا. الأم ديال هذا البلدان هي مراكش، صافتوا ولادهم كانوا تيقراو هنا، 450 تلميذ كانت هنا بوندون 500 عام قراو التلمود. اليوم ما نقدرش نقول لك في العالم الألوفات الألوفات خرجوا ديال التلامذة هنا وتيبريزونتو المغرب. فين قريتي؟ قريت في صلاة العزامة في الملاح.
سنة 2014 انطلقت عملية تأهيل حي الملاح ضمن المشروع الكبير مراكش الحاضرة المتجددة بكلفة مالية ناهزت 190 مليون درهم، مشروع أعاد الحياة لهذا الحي. وبتعليمة ملكية سامية تمت إعادة التسمية الأصلية لحي الملاح بعد أن كان يسمى حي السلام، كما استرجعت الأزقة أسماءها الأصلية اليهودية. تم تدخل ديال شركة العمران في حي الملاح، هذا التدخل الذي يضم معالجة السكن المهدد بالانهيار بحي الملاح، إحدى الطرق الحضرية لانفتاح حي الملاح على الأحياء المجاورة، وأيضا تهيئة الساحة المركزية بحي الملاح ساحة المعارة وتأهيل الطرق الحضرية بما يضم ذلك من تزفيت تبليط ديال الواجهات، تقوية الإنارة العمومية وإضافة نقط خضراء إضافة إلى التشوير الحضري. وأيضا هذا المشروع كيضم تأهيل السوق المركزي لحي الملاح. على طول السنة يتوافد على هذا الحي يهود المغاربة من الجيل الثاني والثالث من أنحاء مختلفة من العالم للتعرف على آثار أجدادهم وفصول مشرقة من العيش المشترك بينهم وبين مواطنيهم المسلمين. هذا القوس تنغوطوا له القوس ديال ربي متخيب بن عطار. ربي متخيب بن عطار كان واحد الصالح كبير، هو مدفون عندنا في الروضة، مدفون عندنا في الروضة، وهنا مدفون إن بروتكسيون في الداخل دي كيطلب من الله يحفظ هذا الملاح يحفظه. هذه 500 عام إيه بروتيكسيون. احنا عندنا هذا القوس مهم بزاف، حنا تنبوسوه وتنطلبوا فيه اللي دخل واللي خرج من هذا الملاح، راه كاين كيجي من الاخر العالم باش يبوس هذا القوس هذا. تغيرت البنية السكانية لحي الملاح بمراكش، لكنه ظل محتفظا بمعالمه المعمارية وبذاكرته الحية التي تروي للأجيال فصول تاريخ مشترك لليهود والمسلمين المغاربة. التعريف بالتراث القانوني العبري من المهام التي يطلع بها مركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري. المركز يتواجد ببيت الذاكرة بالصويرة، وهو فضاء إنساني حضاري يجسد قيم التسامح والانفتاح على الآخر. رد عما وعبد الغني الطهراوي. تراث المؤسسات للقانون والعدالة الوطنية، إنه القانون العبري، تراث ثمين ومتجدر في تاريخ المغرب العريق. مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري يشتغل بكل الالتزام والمسؤولية لصبر أغوار هذا القانون ومنحه المكان التي يستحقها كآلية تجسد ذلك التعايش الذي يتميز به مجتمعنا منذ زمن. ما بين الأهداف اللي رسمها مركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري، أهمها هو تعزيز قيم التسامح وقيم الانفتاح على الآخر. المركز ومنذ إنشائه سنة 2018 ببيت الذاكرة بالصويرة يحتضن لقاءات علمية تميط اللثام عن كل ما يرتبط بالأعراف والقوانين العبرية ومكانة المحاكم اليهودية بالمغرب كمكون من مكونات القانون الوطني. وهذا تراث قانوني كيميز المغرب وكيقول للعالم ومن بلد مسلم هذا الاستثناء وهذا التعايش لكي يميز المجتمع المغربي منذ قرون. فالهم ديالنا الآن هو تعريف بهالتراث. المكون العرفي والقانوني ما هو إلا انعكاس لتطور مجتمعي وتتويج لمسار جعل من التسامح عنوان تعايش مشترك، طبع خصوصية بلد جعل من الرافد العبري مكونا للهوية المغربية في دباجة دستور الحقوق لسنة 2011. التعددية الثقافية بتطوان تاريخ طويل من التعايش السلمي بين مختلف الديانات، تاريخ لا يزال العمران شاهدا عليه وتؤكده الأسر اليهودية التي لم تستطع مغادرة المكان لتعيش مع ذكريات الماضي الجميل. نوستالجيا يهود تطوان مع فنة شاكر العلوي وعبد العالي جنوري. تطوان عبر التاريخ مدينة الثقافات المتعددة، مدينة تعايش ما بين مختلف الديانات، تعايش سلمي يؤكده من لم يغادر المدينة من اليهود كما يشهد عليه العمران بالحمامة البيضاء التي احتضنت ساكنتها جنبا إلى جنب مسلمين ويهود في سلام. ذكرياته تؤثث نوستالجيا اليهود التطوانيين وسلمون حيون واحد من هؤلاء.
تطوان عندي بحال عيني، تطوان هي كلشي سنة على اليهود عايشين مع كانوا عايشين اليهود انصارى ومسلمين ما بعطيتهم حال خوت، عمري ما كان عندنا شي مشكل وعمره ما كان حتى حاجه. سعد الصلاه كيمشيو للجامع ديالو كيمشيو الجامع ديالنا كنمشيو للجامع ديالنا، ونصارى كذا لهم مثال. كان العيد اسبانيول هما كان عند طرف بهم، المغاربه لا ميم شوز واليهود لا ميم شوز. عشق سلمون حيون لتطوان لم يسمح له بمغادرتها، فهو اليهودي التطواني المغربي ولا غنى له عن الوطن، هو هنا باق مع ذكريات الماضي وأمل في لقاء يجمعه بمن ابتعد عن تطوان وينتظر عودته. دابا حاليا حنايا كاينين ساكنين 17 الناس، وابار الناس باقي الناس اللي باقي ما باعوش الحواج ديالو وعندهم الديور ديالهم، هذه هي توتال لا كوميونيتي تطوان عندها شي 50 الناس. تطوان عبر التاريخ إذن مدينة الثقافات المتعددة، مدينة تعايش سلمي ما بين الديانات لم يتأثر بمغرب يجمع الجميع، مغرب بهوية متفردة تمنحه التميز عبر العالم. وأعود إليك ضيفي الكريم الأستاذ عبد الفتاح بلعمشي، كما تتبعنا ذلك تشبت اليهود المغاربة بالهوية المغربية وبقيم العيش المشترك في أجواء التعايش والتسامح، عناوين بارزة للهوية المغربية متعددة الروافد، خصوصية مغربية تميز الثقافة المغربية الأصيلة المبنية على قيم التسامح والتضامن والانفتاح. ما هي أهم سمات التي تجعل من المملكة المغربية أرضا للسلام وحوار الحضارات ونموذجا في هذا المجال أستاذ؟ يجب أن نقر بأن المغرب هو نقطة تماس حضاري بالنسبة للحوار بين الحضارات والثقافات. المغرب حينما يتحدث الممثل السامي لحوار الحضارات في ندوة ينظمها المغرب في ظرفية الجائحة بحضور السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد رئيس الجمعية العامة وممثلي الديانات الثلاث، حينما نلاحظ تاريخيا ومؤخرا سنة 2019 حينما استقبل جلالة الملك البابا فرانسيس، حينما نلاحظ تاريخيا ذلك الاحتضان الذي احتضن به المغرب اليهود المطرودين من إسبانيا من طرف الملكة إيزابيلا، وكان هناك من طرائف في هذا الموضوع أن الملك خوان كارلوس كان قد اعتذر إلى الكنيسة الإسرائيلية، وكان هناك بعض المؤرخين المغاربة يتحدثون على أن الاعتذار يجب أن يكون لملك المغرب بصفته أمير المؤمنين. وبالتالي فنحن في علاقات تاريخية وفي تعايش حضاري مشهود له، وأيضا في العمل الدولي هناك يعني عمل كبير يقوم به المغرب على مستوى الحوار بين الثقافات وبين الحضارات. وكما أشار تقريركم لا يوجد أي منطقة بالمغرب لم تخضع لهذا التعايش، ودائما خارج أي إطار من التشكيك في العلاقات الجيدة والطيبة فيما بين المغاربة اليهود والمغاربة المسلمين، وأيضا فيما يتعلق بالمعمار والتراكم الذي حصل في هذا المجال، وأيضا فيما يتعلق بالفنون وبالموسيقى وبالفن التشكيلي هناك ملامح دائما. واليوم يتوج هذا الموضوع كله بالمكونات، لأن التنوع الثقافي بالنسبة للمغرب اليوم هو مسألة دستورية كذلك، حينما يقر المغرب أو الدستور المملكة بالمكونات كلها سواء المكون الأمازيغي أو المكون العبري أو المكون الحساني إلى غير ذلك. وبالتالي فنحن في خط ناظم يثمن كل الأبعاد الحضارية والتاريخية التي تراكمت للمغرب باعتباره دولة أمة، وهو أيضا يتطلع للمستقبل انطلاقا من هذا النفس الذي تحقق له عبر قرون من الزمن كدولة حضارية تاريخية. يعتبر هذا البعد من بين مقومات دبلوماسيتها الناعمة فيما يتعلق بعلاقتها الدولية، والأدلة على ذلك حينما نلاحظ ما قاله السيد كوشنر بالأمس بأن المغرب أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأمور ورمزيتها هي مصدر إشعاع للمملكة في محيطها الدولي والإقليمي.
الفكرة واضحة جدا الأستاذ عبد الفتاح بلعمشي. وذكر أنتم أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياد بمراكش ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية وحوار الحضارات. لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات ومشاركتك معنا في النشرة الرئيسية. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على إثر وفاة الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح. وننتقل إلى نيويورك حيث عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مساء الاثنين جلسة مشاورة مغلقة بناء على طلب ألمانيا قصد الاطلاع على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية. ووفقا لمصادر دبلوماسية فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للولايات المتحدة لعرض أمام مجلس الأمن للمرة الأولى وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه. وشدد الوفد الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال هذه المشاورات انضمت عدة دول أعضاء إلى الولايات المتحدة في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي والواقعي والعملي والدائم لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من نيويورك الدكتور سمير بن نيس خبير في الشؤون الدبلوماسية وعمل منظمة الأمم المتحدة. أهلا بك سيدي. مساء الخير. مساء الخير. كما أشرنا قبل ذلك سيدي الكريم مصادر دبلوماسية أفادت أن هذا الاجتماع مناسبة للولايات المتحدة لعرض أمام مجلس الأمن للمرة الأولى وجهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه. كما جدد الوفد الأمريكي دعم واشنطن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كيف ذلك دكتور بنيس؟ أولا أود الإشارة إلى أن هذا الاجتماع كان مناورة ومحاولة يائسة من جنوب إفريقيا للتشويش على الجهود التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة والاختراق الدبلوماسي التاريخي الذي حققه مؤخرا من خلال اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء. فالاجتماع أتى بنتائج معكوسة بالنسبة لجنوب إفريقيا أو أي دولة سعت إلى التشويش على المغرب. فقد أكدت واشنطن على أن مشروع الحكم الذاتي المغربي يبقى هو المرجع الرئيسي للتوصل لأي حل سياسي لإنهاء النزاع حول الصحراء. فهنا أود الإشارة أود التأكيد على أهمية الرئيسية للقرار الذي اتخذته أمريكا. فنحن نعلم أن العديد من الدول في العالم تصرف ملايين دولارات سنويا من أجل تأثير على السياسة الأمريكية بخصوص قضاياها الوطنية. وكما أن المغرب صرف لمدة 30 سنة ما يناهز 50 مليون دولار من أجل تأثير على المواقف الأمريكية. وهذا القرار الأخير لرئيس ترامب ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المغرب من أجل كسب دعم واشنطن وحثها على الإقرار بمركزية المخطط الحكم الذاتي المغربي وجعله كمرجع أساسي للتوصل لحل سياسي للنزاع. كما أن لهذا القرار سيكون له تبعات سياسية كبيرة في الأسابيع والشهور القادمة، ذلك أنه سيدفع بعض الدول الصديقة للمغرب إلى الإقرار إلى حدوى الولايات المتحدة الأمريكية والإقرار بمشروعية الحكم الذاتي المغربي. كما أنه سيجعل المغرب سيمكن المغرب من الوقوف على من هي الدول التي كانت صادقة خلال السنوات الماضية بخصوص دعمها للوحدة الترابية المغربية. وهنا أود التذكير الإشارة إلى فرنسا وإسبانيا التي لها دور رئيسي وتاريخي في النزاع. فعلى هذه الدول أظن أن القرار الأمريكي سيجعل هذه الدول
أمام قرار أمام أمام سيدفعون اتخاذ قرار واضح وتأكيد على أن المخطط الحكم الباسل المغربي ليس فقط وسيلة للتوصل لحل سياسي ولكنه الأداة الوحيدة والرئيسية للتوصل لحل سياسي للنزاع. ومن جهة أخرى أود الإشارة إلى نقطة مهمة غابت على النقاش في المغرب وهي ردود فعل الأمانة العامة المتحدة وكذلك مجلس الأمن بخصوص فتح قنصليات دول أجنبية في الصحراء المغربية منذ ما يزيد عن سنة. فنحن نعلم أنه بخصوص أي نزاع دولي فحينما تقوم أي دولة باتخاذ أي خطوة تتعارض مع القانون الدولي أو مع قرارات الأمم المتحدة فإن هذه الأخيرة لا تتوانى في الرد عليها وفي إصدار بيانات تدين أو تدين فيها تلك الخطوات أو تعبر عن شغالها منها، إلا أن هذا لم يقع بخصوص قضية الصحراء سواء تعلق بالأمر بالدول التي فتحت قنصلياتها في الصحراء المغربية أو بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. الدكتور سمير بن نيس من نيويورك الخبير في الشؤون الدبلوماسية وعمل منظمة الأمم المتحدة، شكرا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من نيويورك. وفي جديد الحالة الوبائية ببلادنا تم اليوم تسجيل 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2791 حالة شفاء و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 30693 حالة. وبهدف التصدي لوباء كورونا إجراءات احترازية سبق أن قررتها الحكومة بناء على توصية اللجنة العلمية والتقنية بدأت من الساعة 9 من مساء اليوم ولمدة 3 أسابيع بهدف تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا. ويتعلق الأمر بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة، منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من الدار البيضاء مراكش أكادير وطنجة، كما سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا. هذه الإجراءات والتدابير انطلقت إذن ابتداء من الساعة 9 من مساء اليوم، قرارات تأتي لمواجهة جائحة كورونا نظرا للحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا. وينضم إلينا اللحظة مباشرة من الدار البيضاء الزميل خالد أزدون. خالد مساء الخير. مساء الخير نبيلة، مساء الخير بكل مشاهدي القناة الأولى. خالد قربنا من الأجواء في هذه الأثناء بعد دخول الإجراءات الجديدة حيز التطبيق. نعم نبيلة، كما أشرت في مقدمتك بأن الدقائق فقط دخلت الإجراءات الاحترازية الجديدة حيز التطبيق التي فرضتها أو قررتها الحكومة يوم الأربعاء الماضي. من خلال ملاحظتنا الأولية كل المحلات التجارية، كل المطاعم، كل المقاهي أقفلت أبوابها ابتداء من الساعة 8 مساء، ثم بدأ يتدرج ذلك إلى حدود الساعة 9 مساء. نحن في هذا الحي، حي بورغون المعروف بمطاعمه وأيضا المقاهي والمتاجر، فالصورة كما تلاحظين نبيلة كل المطاعم، كل المقاهي، كل المتاجر توقفت عن الحركة. هذا المكان عرف هدوءا تاما ابتداء من الساعة 8 أو ابتداء من الساعة 8 إلى حدود الساعة 9 حتى أصبح الوضع كما هو عليه في هذه الأثناء. سوف أفتح المجال لزميلي محمد العروي من أجل إعطاء صورة مقربة لهذه المقهى مثلا، فهي أقفلت أبوابها، مقهى معروف هنا بمدينة الدار البيضاء، أقفلت أبوابها في الساعة 8. الوضع كما ترين جمود تام لهذه المقهى، وهي صورة مقربة وأيضا تعبر على يعني صورة شاملة لكل مدينة الدار البيضاء فيما يخص المقاهي خصوصا والمطاعم أيضا التي كانت محطة اهتمام ونقاش كبير بين ساكنة مدينة الدار البيضاء.
من خلال مسارنا نبيلة لهذا الحي لاحظنا بأن جميع المقاهي بمدينة الدار البيضاء توقفت الحركة فيها، جميع المطاعم، جميع المحلات التجارية أطفأت الأنوار وأغلقت. سوف يدوم هذا الحال بالنسبة للمطاعم لثلاث أسابيع متتالية، وربما فالمدينة ربما لم تستشعر هذا الشيء، يعني لم تقبلته بصدر رحب لأن الإجراءات الاحترازية بقيت بمدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص شاملة لأيام ماضية هنا بالمدينة. نبيلة. الزميل خالد أزدون، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. وننتقل إلى الرباط ونربط الاتصال بالزميل عبد الحميد جبران. عبد الحميد، مساء الخير. مساء النور نبيلة، مساء النور مشاهدين الكرام. عبد الحميد، ما هي الصورة لديك بعد دخول الإجراءات الجديدة بعد أقل من ساعة؟ نعم نبيلة، نحن نتواجد الآن بشارع الحسن الثاني هنا بقلب العاصمة الرباط، وهو واحد من أكبر شوارع المدينة. إذن الأجواء عادية هنا بمدينة الرباط في أولى أيام تطبيق الإجراء الجديد المتعلق بتعزيز تدابير حالة الطوارئ الصحية، وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة في إطار الإجراءات والتدابير والجهود الرامية للحد من انتشار الوباء على الصعيد الوطني. بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم اعتبارا من الساعة الثامنة، فالأمر تم احترامه بشكل كامل من طرف التجار. قبل الساعة الثامنة تم إغلاق جميع المحلات التجارية. بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة نبيلة بمنع التجول الليلي اعتبارا من الساعة التاسعة، كما تشاهدون هنا في الشارع حلقة مرور أقل بكثير من المعتاد، بعد على اعتبار أن الإجراء يلزم المواطنين بعدم الخروج اعتبارا من الساعة التاسعة إلا بالنسبة للحالات الخاصة، وهو ما نشاهده الآن بالنسبة للأشخاص الذين يتنقلون من أو إلى محلات اشتغالهم أو أماكن عملهم، على اعتبار أن هنالك أشخاص بطبيعة الحال يشتغلون في الفترة المسائية، أو بالنسبة لحالات أخرى خاصة وهو ما تسهر الأجهزة الأمنية على مراقبته، كما تشاهدون أحد السدود الإدارية حيث تعكف الأجهزة الأمنية على التأكد من مدى تطبيق هذا مدى احترام هذه الإجراءات من طرف المواطنين، توقف السيارات بطبيعة الحال ومعرفة أسباب مغادرة المواطنين وتواجدهم في الشارع العام. إذن نبيلة، على العموم الأجواء عادية جدا، الإجراء الجديد تم احترامه بشكل كبير جدا من طرف المواطنين، على اعتبار أن ساكنة العاصمة الرباط ومعها باقي المناطق المغربية بطبيعة الحال تعايشوا مع الوضع واعتادوا على هكذا إجراءات في إطار الجهود الوطنية والتعبئة الوطنية للقضاء على هذا الوباء، وأيضا للاستعداد للمرحلة القادمة الأهم والمحطة الأهم، وهي بدء حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا في المرحلة القادمة. إذن هكذا كانت الصورة مباشرة من شارع الحسن الثاني بمدينة الرباط. عودة إليك نبيلة وتتمت الأخبار الرئيسية. شكرا لك الزميل عبد الحميد جبران، كنت معنا مباشرة من أحد شوارع الرباط. على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا، بدأت فرنسا وبلجيكا والتشيك إعادة فتح حدودها مع المملكة المتحدة للسماح لرعاياها بالعودة بعد تعليق حركة السفر سابقا. إبراهيم مرزوقي. يبدو أن القلق الذي رافق الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي في بريطانيا ودفع أزيد من 50 بلدا إلى تعليق أو فرض قيود على دخول المسافرين إلى المملكة المتحدة قد بدأ يخف نسبيا. فقد عادت كل من فرنسا وبلجيكا وتشيكيا إلى إعادة فتح حدودها مع بريطانيا ليوم الأربعاء للسماح للرعايا البريطانيين بالعودة إلى بلدهم والأوروبيين بالخروج من بريطانيا واستئناف عمليات نقل البضائع عبر المانش وحركة القطارات. موازاة مع هذا أعيد فتح ميناء دوفر في بريطانيا الليلة الماضية، والذي توقف الأحد الماضي، وذلك بعد اتفاق تم التوصل إليه بين باريس ولندن يقضي بالسماح لسائق الشاحنات الثقيلة العالقين في المملكة المتحدة بدخول فرنسا
بعد إجراء فحص كوفيد 19. وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت أمس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا وتجنب حدوث نقص حاد في الإمدادات بعد أن ظلت آلاف الشاحنات عالقة لمدة 48 ساعة على الحدود البريطانية الأوروبية. الإعلان عن اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا يأتي في وقت ينتظر فيه أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد ما بين 27 و29 من الشهر الجاري. مستجدات الطفرة الجديدة من فيروس كورونا وحملة التلقيح ضد الفيروس يستعرضها لنا مهدي محب في شاشة تفاعلية. أهلا بكم. بدأت في دبي الأربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا بعد تلقي رجل مسن وممرضة وغيرهما أولى جرعات اللقاح. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الحملة تستهدف في مراحلها الأولى كبار السن، الحالات المرضية المزمنة، أصحاب الهمم وخط الدفاع الأول، والعاملين في المهن الحيوية. من جانبه نفى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا وجود أدلة قاطعة على أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار أو تسبب أمراضا أخطر. وقال المكتب الإقليمي للمنظمة كل الفيروسات تتغير مع الوقت، ما زلنا ندرس هذه الطفرة وغيرها وأثرها على الصحة العامة، مضيفا أن الأدلة الحالية ليست قاطعة على أن السلالة الجديدة سيكون لها تأثير على فعالية الاختبارات واللقاحات. في السياق نفسه أعلن أوغور شاهين أحد مدراء مختبر بيونتك الألماني المختبر الذي طور مع شركة فايزر الأمريكية لقاحا ضد فيروس كورونا قادر على توفير لقاح جديد في حال تحول الفيروس كما حصل في بريطانيا. وأوضح أوغور شاهين نحن قادرون تقنيا على إنتاج لقاح جديد خلال 6 أسابيع، مضيفا بإمكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماما التحول الجديد للفيروس. ومن جهة أخرى قررت الولايات المتحدة الأمريكية شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر بيونتك ستسلم بحلول شهر يوليوز المقبل، وبذلك يصل عدد الجرعات التي اشترتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى 400 مليون جرعة، نصفها من فايزر بيونتك والنصف الآخر من موديرنا، ما يسمح بتلقيح 200 مليون شخص، لأن اللقاح يعطى في جرعتين بفارق شهر واحد. أما كندا فقد أجازت استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية بعد 2 أسبوع من ترخيصها للقاح فايزر بيونتك. وقالت وزارة الصحة الكندية إن لقاح موديرنا يستوفي معايير السلامة والفعالية والجودة. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن صرف 169 مليون يورو لفائدة المغرب قصد مساعدة سلطات البلاد على تعزيز الاستجابة الطبية لوباء فيروس كورونا واتخاذ تدابير تروم التخفيف من آثاره السوسيو-اقتصادية. هذه الدفعة الأخيرة تندرج في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتعبئة 450 مليون يورو لفائدة المغرب في سياق مكافحة فيروس كورونا. نصل بكم اللحظة مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد وعالم المال والأعمال ورفقة ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير نبيلة. البداية ستكون من المركب المينائي طنجة المتوسط. بالفعل نبيلة، من المرتقب أن يتجاوز نشاط معالجة الحاويات بطنجة المتوسط في 31 منذ جنبر الحالي 5.7 مليون حاوية من حجم 20 قدما. بلاغ للسلطة المينائية لطنجة المتوسط أفاد بأن نشاط معالجة الحاويات خلال عام 2020 سجل نموا بنسبة 18% بالمقارنة مع سنة 2019. أنسة بومدي وسعيد ناجح. يتجه المركب المينائي طنجة المتوسط إلى أن يصبح أكثر الموانئ المتوسطة نشاطا مع تسجيله رقما قياسيا جديدا. فاستنادا إلى سلطات الميناء، نشاط معالجة الحاويات خلال العام الجاري يسجل نموا بنسبة 18% مقارنة مع عام 2019، أداء يمثل رواجا لم يتم بلوغه من قبل من طرف أي ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط.
تمكن المركب المينائي من التكيف مع هذا الوضع الجديد لضمان تزويد السلاسل اللوجستية الوطنية والدولية. وأبانت الممرات اللوجستية في الاستيراد كما في التصدير عن متانتها خلال هذه السنة بالرغم من الصعوبات التي حتمتها عليها الجائحة لتموين الأسواق الدولية والوطنية. مستوى الإنتاجية حقق بدوره أرقاما قياسية هذه السنة حيث تجاوز حاجز 500 ألف حاوية 4 مرات منذ بداية العام مع تسجيله رقما قياسيا خلال شهر نوفمبر بمعالجة 553 ألف و164 حاوية من حجم 20 قدما. على مستوى حجم حمولات البضائع في ميناء طنجة المتوسط إن شاء الله غادي نتجاوزوا 80 مليون طن وهو ما يناسب تقريبا 50% من معالجة الموانئ المغربية كاملة. وهذه الأرقام هي جد مهمة بالنسبة للميناء وبالنسبة للشركات اللي هي تشتغل بميناء طنجة المتوسط. أرقام أخرى متوقعة للنشاط المينائي تم الكشف عنها خلال اجتماع مجلس رقابة مجموعة طنجة المتوسط، أرقام تتعلق بمستوى حجم حمولة البضائع إذ يتوقع أن تتم معالجة 80 مليون طن من البضائع المعالجة لتسجل بذلك نموا بنسبة 23% مقارنة مع السنة الفارطة. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع الصناعة الاستخراجية واصل وتيرته التصاعدية حتى متم شهر شتنبر 2020 مسجلا نموا بنسبة 3.7%. وأوضحت المديرية في مذكرتها الظرفية لشهر دجنبر 2020 أن مؤشر إنتاج هذا القطاع ارتفع في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 3.8%. مذكرة الظرفية برسم شهر دجنبر لسنة 2020 والتي أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية تطرقت لمجموعة من المؤشرات من أبرزها استمرار الانتعاش في صادرات قطاع الفلاحة والأغذية الفلاحية وهو قطاع أولي وذلك بنسبة 4.5%. استمرار الانتعاش أيضا في القطاع الثانوي مدفوعا بمجموعة من القطاعات كقطاع المعادن والذي سجل ارتفاعا بنسبة 3.8%. أما القطاع الثالث فيسجل تراجعا كما هو الأمر بالنسبة لقطاع السياحة. أما بالنسبة للمبادلات الخارجية فقد تم تخفيف العجز التجاري وذلك بنسبة 25.6% وتحسين نسبة التغطية ب4.5 نقاط عندما تم شهر أكتوبر. أنهت مذكرة الظرفية مؤشراتها بمؤشر المالية العامة والذي يسجل استمرار عجز الميزان التجاري كما هو ملاحظ عجز الميزانية بنسبة تصل إلى 46.1%. ننتقل الآن إلى الخبر الاقتصادي الدولي حيث تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد تقرير أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية. هكذا نزلت العقود الأجل للخام برينت 71 سنتا بما يعادل 1.4% في حين هبطت العقود الأجل للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو ما يعادل 1.4%. نتابع الآن نسب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات.
بنسب أسعار النفط تنتهي اقتصادية اليوم نبيلة. شكرا لك ياسر، إطلالتنا على الشأن الاقتصادي كانت معك، شكرا جزيلا لك. شكرا. ونواصل النشرة من الدار البيضاء. حركة الترامواي لا زالت متوقفة على مستوى وسط المدينة منذ انهيار جزء من البناية التاريخية لفندق لينكولن الجمعة الماضية. خدمات جزئية وضعت لتأمين اشتغال الترامواي على مستوى المحطات التي توجد داخل الخدمة. ليلى عسلي وعشور بن مسعود. بقلب العاصمة الاقتصادية، الخط الأول للترامواي لا يزال متوقفاً على مستوى وسط المدينة. محطة ساحة الأمم المتحدة تشكل منذ الجمعة الماضية إحدى نقاط النهاية والانطلاق الجزئية لوسيلة النقل هاته. انهيار جزء من واجهة فندق لينكولن التاريخي بشارع محمد الخامس تسبب في توقف حركة الترامواي ما بين محطتي الشهداء والسوق المركزي. 10 محطات خارج الخدمة، وضعية خلقت ارتباكا لدى مستعملي الترامواي، خاصة ممن اعتادوا التنقل على متنه نحو مقرات العمل. دابا سيمانه باش واقعين في هذا المشكل، كنضطروا باش ناخذوا وسائل التنقل واحده اخرى بحال الطاكسيات. بعد ما راه ما كنلقاوش الطاكسي كتكون الدنيا عامره، كناخذوا طاكسي صغير. دابا وليت خاصني نزل من الطاب، خاصني نمشي حتى لمحمد ديوري على رجلي، وجاتني شويه قاصحه. مشيو يقلبوا على وسائل بديله، يا اما تاكسي صغير ولا تاكسي كبير. انا كاع تنعرف واحد الدري تيكمل عليه رجليه، لان ما لقيت هذه الطاكسي بالخصوص ما تيهزش بلايص كاملين، تيهز خاصو يهز 50% من البلايص. مع هذه لقيت هذه اللي كاين مرض كورونا. فندق لينكولن المجاور لمحطة السوق المركزي لا زالت الأشغال جارية لتأمينه بشكل كافي حتى تستأنف حركة الترامواي بهذا المقطع. الوقت حنا منين غيعطيونا لي زوتوريتي كومبيتونت ان هاد المحطة اللي سيكوريزي باش نخدموا الترام، ديك الساعة حنا نخدموا، حيت اون بو با ريسكي لا سيكوريتي دي فواياجور. درنا واحد لي سيرفيس بارسيال دي تيرمينوس بروفيزوار اللي ولاو، اللي هما باش ياسوريو بارسيالمون الموفمون، اللي هو هاد لي تيرمينيس بروفيزوار. درنا من الحي لي سيرفيس بارسيال كاين من حي محمدي السيدي مومن، ومن محطه الامم المتحده المحطه لي ساسفا. معلمه تاريخيه ليست هذه المره الاولى التي ينهار جزء منها. فندق وبهدف إعادة تهيئته وتجديده واستغلاله، وقعت الوكالة الحضرية للدار البيضاء والمجموعة الفرنسية لتطوير المجالات الترابية اتفاقية خلال العام الماضي. في الشأن البرلماني، وصلت اللجنة البرلمانية عملها من خلال دراسة ومناقشة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين. في المتابعة نوال جراري وعادل المعروفي. في إطار دراسة التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات حول المؤسسات والمقاولات العمومية، ناقشت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب عرضا حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة ذات الأبعاد الاستراتيجية. اللجنة طرحت عديد الأسئلة المرتبطة بحكامة هذه المؤسسة وعلاقاتها المالية بالدولة وتمويلها، ثم أثر عملها على المواطن، خاصة في الشق المتعلق بالمصحات الخاصة التابعة لها. أكثر من 252 ألف مقاولة لمصرحة، أكثر من 3.5 ديال الملايين ديال المستخدمين الأجراء المصرحين، هادشي ديال المعاشات يصل إلى أكثر من 600 ألف، واحد القيمة مالية تتجاوز 11 مليار درهم. كذلك ما هو في رصيد هذه المؤسسة اللي هو تقريبا واحد 62 مليار درهم. إذن كلها هذه أرقام تعبر على أهمية هذه المؤسسة والبعد الاستراتيجي ديالها. إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب موضوع التأمت لمناقشته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بعد أن تمت إحالة مقترح القانون المتعلق به من طرف مجلس النواب. كان يعني اتفاق بين المكونات ديال المجلس على انه يتم ايضا تصفيه المعاشات المتعلقه بمجلس المستشارين. غادي نشتغلوا الان على الطريقه كيفاش، واخذا بعين الاعتبار يعني كل المعطيات المتعلقه بهذا الموضوع.
ويستمر عمل اللجان البرلمانية بكلا المجلسين ضمانا لاستمرار العملية التشريعية من خلال مناقشة ودراسة مقترحات ومشاريع القوانين، بالإضافة إلى مراقبة العمل الحكومي. ندوة برلمانية إقليمية نصف حضورية عن دور البرلمانيين والبرلمانيات في العمل على إلغاء عقوبة الأعدام على ضوء مقتضيات الدستور، وذلك ضمن النقاش المطروح حول مآل هذه العقوبة ببلادنا. حنان أرسلان وعبد الرحيم فيلول. للبرلمانيات والبرلمانيين دور هام في التشريع، فهم يتواجدون في قلب النقاش العمومي. وانطلاقا من ذلك كان توجه شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام من أجل العمل على إلغاء هذه العقوبة بالمغرب. وبغينا نبحثوا على السبل ديال كيفاش يمكننا التعاون حكومة وبرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لكي يلعب دور أساسي لمناهضة عقوبة الإعدام، كيفاش يمكننا نبلورو تغيير ونقدمو على إلغاء عقوبة الإعدام، مع العلم على أنه في بلادنا يعني الدستور المغربي أولا كيعلن على الحق في الحياة كحق أساسي لكل إنسان. المغرب بالرغم من عدم إلغائه لهذه العقوبة فهو لم يقم بتنفيذ أحكامها منذ نحو 3 عقود. الآن بلادنا هي بين 29 دولة التي تواصل التزامها بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، وبالرغم من أن المرجعية التشريعية في بلادنا تعتبر بأنها تحتفظ بعقوبة الإعدام، فالفصول اللي كتشمل هذه العقوبة هي فصول قليلة. بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نظن وسنقترح اليوم تجديد الترافع من أجل عقوبة الإعدام، انطلاقا بأن الدستور المغربي اليوم لا يقيد حماية الحق في الحياة، وبالتالي سنرتب كل ترافعنا على هذا الموضوع. من خلال المراجعة الشاملة للقانون الجنائي تقترح وزارة العدل تقليص عدد الفصول التي تشملها عقوبة الإعدام من 36 إلى 11 فصلا، وذلك ضمن النقاش العمومي المفتوح بشأن عقوبة الإعدام. لقاء تواصلي بالرباط جمع مؤسسة وسط المملكة بمخاطبيها الدائمين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، والهدف تقييم عمل المؤسسة وتحديد أهداف المرحلة القادمة. عبد الحميد جبران وأمين شرقاوي. دور استراتيجي تطلع به مؤسسة وسيط المملكة في استقبال شكايات المواطنين حول خدمات المؤسسات العمومية وعلاقاتهم بها قبل إحالتها على الجهات المعنية لمعالجتها، وضمان فعالية أكبر لهذه الآلية هو الهدف من تنظيم هذا اللقاء التواصلي بين المؤسسة ومخاطبها الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية. تعرض على الوزارات مجموعة من الشكايات والتظلمات اللي هي كتطرح أو كتوصل بها مؤسسة الوسيط للاشتغال عليها وللبحث في مضامينها ولتسويتها بقدر ما يمكن، ويبقى دائما الاتصال بالمؤسسة عن طريق جميع القنوات الممكنة. الغاية الأولى كنجسد بها أولا إرادة التواصل، الانفتاح، العمل المشترك بين المؤسسة ومختلف الإدارات. الغاية الثانية هو أننا نحاول في نهاية هذه السنة نقيم العمل ديالنا، ماذا تم تحقيقه، يمكن أيضا حصر الإكراهات التي حالت دون تحقيق بعض النتائج. اللقاء كان فرصة كذلك للتخطيط للمرحلة القادمة من خلال تحديد محاور وأولويات العمل للسنة الجديدة بهدف المساهمة الجماعية في تطوير عمل وسيط المملكة باعتباره آلية لتحسين الحكامة وتحديث الإدارة. صور نهاية النشرة تأخذنا إلى مدينة هاربين الصينية، حيث الاستعدادات جارية لإطلاق مهرجانها الدولي للثلوج والجليد. المدينة تنخفض بها درجة الحرارة إلى 35 درجة تحت الصفر، ويتهافت النحاتون لتحويل الثلوج إلى منحوتات فنية. قمة في الإبداع عبارة عن تماثيل وقصور بلورية، ويتيح المهرجان للزوار بالملايين التنقل داخل مدينة جليدية حقيقية، إلا أن الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا قد يحد من عدد الزوار هذا العام. ختاما مشاهدينا، تذكير بأبرز محطات الخبر للنشرة الرئيسية لهذا المساء.
جلالة الملك وجه رسالتان لرئيس دولة فلسطين عبر فيها جلالته عن ارتياحه لمضامين الاتصال الهاتفي الهام الذي أجراه مع فخامته في 10 ديسمبر الجاري وما تبعه من حوار مثمر حول موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية. زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي رفيع المستوى للمغرب توجت بإصدار إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل وتوقيع اتفاقية هامة مؤشر على تعزيز المغرب لمكانته كقوة إقليمية تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك. ابتداء من هذه الليلة دخلت حيز تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية في إطار تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية للتصدي لفيروس كورونا. رقم قياسي ينتظر تسجيله بميناء طنجة المتوسطة، توقعات تشير إلى بلوغ رقم 5.7 مليون حاوية في نهاية السنة، رواج لم يتم بلوغه أبدا من طرف موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط. نهاية النشرة، أشكر بقائكم معنا، أطيب الأوقات على الأولى.